السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة نتكلم عن المسطرة اللي هي انبوب التوزيع مع صمامات الحقن، مكوناتها مع بعض. احنا عندنا انبوب التوزيع اللي هي المسطرة، بتركب عليها قدامنا هنا 4 رشاشات، وبتتثبت مع الايه جسم المحرك. عندنا الرشاشات، 4 رشاشات، بيتركب في قلب الايه انبوب التوزيع عن طريق جلب مطاطية. ليه جلب مطاطية؟ علشان ما يحصلش اي تسريب تحت تأثير ضغط ترومبة الحقن، ما يحصلش اي تسريب في البنزين ما بين الرشاش وانبوب التوزيع. فعشان كده بنركب ايه جلب مطاطية، وبعديها بنركب ايه حلقات ما بين الجلب المطاطية والرشاش، تحكم الربط ما بين الرشاش وانبوب التوزيع. بعد كده بيتركب في قلب اللي هي مجمع السحب على كل ايه اسطوانة او كل سلندر، وما بين الرشاش ومجمع السحب في عندنا عازل رقم 4. يبقى هي ديت المجموعة. طبعا بيجي نظرية التشغيل ازاي؟ بيجي البنزين محقون من طلمبة الحقن او مضخة الحقن، ثم الى ايه الى انبوب التوزيع، وبعد انبوب التوزيع بيروح للرشاشات الاربع ايه رشاشات تحت تأثير ضغط، تحت تأثير ضغط. بعد كده هنشوف عندنا برضو مكونات صمام الحقن اللي هو الرشاش مع انبوب التوزيع اللي هي المسطرة في شكل تاني اللي هو الذي امامنا. فهنا بيبين فتح دخول الوقود المحقون اللي جاي من طلمبة البنزين. بعد كده المسطرة رقم 2 اللي هي ماسورة التوزيع. بعد كده الرشاشات اللي هي رقم ايه رقم 6. عندنا برضو 4 رشاشات هنا ل4 اسطوانات. بعد كده منظم الضغط. منظم الضغط ده بيبقى موجود في المسطرة عندنا علشان اي زيادة في ضغط البنزين اللي في المسطرة بيروح لفين؟ بيرجع تاني، بيفتح له منظم الضغط ويرجعه تاني الوقود الزائد الى الخزان او الى التانك مرة اخرى. طيب ليه لازم بيكون في منظم ضغط؟ بيكون في منظم ضغط عندنا علشان خاطر ينظم لي الضغط، الضغط ما يزيدش زيادة عن اللزوم، يعمل عملية حقن للرشاشات في البنزين داخل المجمع السحب بالزيادة، فيحصل ان يكون عندنا الوقود غني ويسبب لنا مشاكل في المحرك وعدم انتظام في المحرك، وان المحرك بياكل ايه بياكل بنزين بزيادة او بيستهلك كمية اكتر من البنزين نتيجة الضغط الواقع عليه. في بقى رقم 3، وصلة الصمام. وصلة الصمام ديت هي وصلة صمام بدء التشغيل. طبعا المحرك اللي بيبقى لسه بارد بيكون ايه بيكون عندنا ان بيحصل ان بيتكثف كمية من الوقود البنزين على جدار مجمع السحب، فبيقلل البنزين اللي رايح لفين للاسطوانة. وفي الحالة دي عايزين بنزين اضافي عند بدء التشغيل، فلازم أن يكون عندنا صمام خامس اللي هو صمام بدء التشغيل، بيكون متركب برضو في المسطرة، بيروح برضو لمجمع السحب يدخلنا كمية إضافية من البنزين تعوض الكمية المتكثفة حوالين جدران مجمع السحب. ويبقى كده احنا لمينا بمكونات صمام الحقن مع أنبوب التوزيع، وبين لها ازاي بتركب على المحرك. ويبقى دي نهاية الدرس النهاردة، وفي النهاية أتمنى ليكم التوفيق والنجاح.